شوفوا بقى، ما تخافش على الأهلي، طول ما الأهلي حواليه ولاده اللي على هذه النوعية من الإخلاص والتفاني. يشتغل ما يشتغلش مش هو ده الموضوع، موجود في دولاب العمل أو براه مش هي دي القضية، لكن في كل كلامه، في كل تحليلاته، في كل آرائه دايما مساند جدا وداعم لأي حد بيمثل للنادي الأهلي. عشان كده قلت لكم ضيفنا النهاردة الكابتن ضياء السيد، نجم ومدرب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، هيبقى قدام منه كلام كتير وكبير. كابتن ضياء أهلا بيك. والله يا استاذ ابراهيم، يعني انا سعيد طبعا ان انا موجود في قناه الاهلي. انت مش قاعد على اي كرسي. ما انا لسه جاي لك. انت مش قاعد على اي كرسي. كرسي يا باشمهندس، احنا بنستاذنك بس. لا تنور ان شاء الله. اهلا بيك، فسعيد طبعا، وكمان في البرنامج اللي هو الترند زي ما بيقولوا، ربنا ملك وكتابه. وطبعا مهندس عادل القيعي ربنا يجيبه بالسلامه يعني، ومشوار ناجح ان شاء الله. مشوار خاص. لا ايا كان، انا ما بلمحش والله، ما بلمح. الناس كلها لسه راح يجيب صف جديد يا جماعه، الراجل هيتحرك بنفسه. لا انا ما بلمحش يعني. انا عارف انه نشاط الشركه شغال بشكل كويس ان شاء الله، مع بالنجاح يعني. فانا سعيد ان اكون موجود في قناه الاهلي في بيتنا يعني ان شاء الله. نورت وشرفت يا كابتن. اهلا بيك، ودايما بنسعد بيك وبارائك الحقيقه. ربنا يخليك. اخرها قريت لك تويته حلوه بترحب ببدر رجب، فرحان ان بدر رجع لقطاع الناشئين. فرحان جدا، وبشوفه انه قرار رغم كل المجهود اللي كل الناس اللي كانت موجوده بتعمله، لكن بدر حاله خاصه بالنسبه لنا. وبالنسبه لشغله وبالنسبه لادائه، لان انا عاصرت بدر في القطاع سنين طبعا، ومن بدايته مع كورفر واشتغلنا مع بعض في حاجات تقريبا كتير. ورث الراجل، هو ورث فعلا. بدر شاطر فورث الراجل. ف يعني مكان يعني الاختيار صادف اهله، وان شاء الله بدر هيعمل حاجات كويسه جدا. وانا كمان في الفتره كنت انا في الامارات، هو كان موجود وعامل نجاحات. كنت انت مدير فني للاتحاد، وهو عامل نجاحات كبيره جدا جدا. فبدر اضافه كبيره، ورجع بيته برضه، وان شاء الله يعمل فريق عمل قوي. والقطاع انا شايفه ناجح، بس احنا عندنا في النادي لو طلعت فوق جبل بتدور على جبل اكبر منه، لو طلعت فوق حاجه اعلى، احنا عايزين احسن حاجه. صحيح. وعايزين دايما نشوف ولاد النادي. كل مرحله ليها اهدافها، وكل مرحله ليها اهدافها، ودايما الاهداف بتدعو المؤشر قدامها النجاح، ونجاح القطاع التفريغ والاساسيات اللي اللعيبه هتاخدها، كل ده مع فريق عمله اللي ان شاء الله ربنا يوفقه ويكونه. بدر اضافه كبيره، وببارك له تاني هنا على الهواء طبعا، ويستاهل كل خير، والنادي الاهلي يستاهل كل خير يعني ان شاء الله. هم دول ولاد الاهلي يا كابتن. متابع كولر كويس جدا؟ ايه رايك؟ انا متابع النادي الاهلي كويس جدا. فهناخدها من اول السطر. لو هنقول كولر بقاله 7 شهور أو 8 شهور تقريبا. كولر استلم بعد فتره صعبه جدا، وفتره فيها حاجات كتيره ملخبطه. بتكلم على فرقه الكوره. كان الموسم وريحنا اللعيبه، هو قرار انا في ساعتها قلت ده من أنا عايزك قرارات. عايزك في القرار ده بالذات، قرار يعني الحقيقه في قرارين لازم نعرف رايك فيهم في الاثنين في نفس الاتجاه. الاهلي تجيله دعوه للبطوله العربيه تمام، بكل قيمتها الماليه الكبيره، لكن التوقيت بتاعها صعب جدا فبيعتذر. ونهايه الموسم اللي فات البطوله خلاص انت بعدت قوي عن المنافسه، انتهت. ففجاه قمت مريح الفريق الكبير كله للراحه وبدات تدي فرص. من خلال دلوقتي والصوره انت بتقيم القرارين دول ازاي؟ بص، النجاح بيتبني على قرارات، وقرارات لما تبقى مدروسه تبقى قرارات، هقول مش هقول ما صح 100%، هي في القرار ده كان صح 1000000%. والقرار بتنقذ مواسم جايه. ايوه. فالقرار عشان كده لازم يبقى مدروس ومحطوط على الترابيزه. قرار بتاع سوارش مع سوارش انقذ السنه. راحة اللعيبه كان قرار ممتاز جدا، وانت بتحصد شيئا فشيئا النتيجه ده. كمان اللي كمل القرار اختيار كولر. اختيار كولر وهو مدرسة ما كانتش غريبة على النادي الأهلي، تاني مدرسة سويسرية تجيلنا بعد فايلر.
بس هو جاي ومثقل بكمية مشاكل موجودة جوه التيم، ما بين لعيبة صغيرة كملت الموسم اللي فات، وما بين لعيبة خدت الراحة اللي هي اللعيبة اللي كانت أساسية، وما بين منهكة كانت خدت الـ 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 الراحة، وما بين أسبوعين فقط فترة إعداد المفروض إنه يعرف حاجات كتيرة جدا، وما بين الفترة دي أنت بتطلع إعارات وبتجدد لناس وبتسيب ناس. فهو طبعا كانت مفيش مدرب بيروح على فرقه كبيره بتبقى فيها كم المشاكل ده، لكن التعامل مع المشاكل من خلال مجلس الاداره، من خلال جهاز الكوره، وربنا وفقنا في عقليه هاديه ومنظمه بشكل كبير جدا، وهو كولر، انه قدر يتعامل بخطوات كان ممكن تكون انت شايفها في الاول في زمزقه، في لان الناس كانت متعطشه بعد الخساره انها تشوف نجاح بسرعه. نجاح الكوره ما يمشيش بسرعه. نجاح الكوره بيحتاج وقت، بيحتاج انك تاخد وقتك، حتى في التكتيك نفسه بتحتاج تاخد وقت. عشان كده هتلاقي في الاول كان في صعود وفي مطبات وفي لحد ما كولر تمكن من كل ادواته. اقدر اقول لك النهارده، وده في زمن قليل جدا طبعا، اهم حاجه الاستجابه بتاعه اللعيبه. اللعيب لما يستجيب للمدرب وتعليماته ويقتنع بانه اللي بيقوله له، خد بالك ما فيش لعيب، اللعيب دايما عنده حجه، اللعيب دايما عنده سبب، فان هو يقدر يتمكن من الادوات، يتمكن من ادوات اللعيبه، يتمكن من عقولها، ان اللعيب بينفذ اللي هو بيقوله. ومره مع التانيه لو مش مقتنع بحاجه بعد كده بيقتنع ان هو لا ده الصح، الحق نفسي امشي في الممر ده. وهو دخل دماغاتهم طبعا، هو سيطر على، عشان سيطر على اللعيبه لازم اللعيب يبقى مقتنع بكل الحاجات اللي بيشوفها دي. هتلاقي فرقه الكوره فيها تلاقي لعيب مش مقتنع، لعيب زمزق، لعيب كل ده بيقع في السكه وانت بتشتغل. هو قدر انه مع الوقت، مع الوقت انا لما بشوفه وقت صغير جدا، صغير لانه على النتائج. انت كمان مسابقاتك ما فيهاش انتظام. انت مره تلعب كاس قديم، ومره تلعب سوبر قديم، ومره سوبر جديد، وبعدين في وسط الدوري، بطوله افريقيا، بطوله عالم، وبعدين تخش في افريقيا. كل الحاجات دي فيها احداث، زي احداث مثلا انك انت اتغلبت ماتشين في 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 في, في, في دوري المجموعات. أي. دي احداث ضغطت عليك، رحت كاس عالم فجاه انت مش في كاس العالم، فجاه المغرب تنظم فانت تروح تاني. ارتباك برضه، كل ده محتاج ترتيب وتنظيم وشغل جبار من الجهاز. مع اللعيبه ابتديت كاس العالم للانديه بشكل كويس جدا، كان لسه لم يتمكن من حاجات كتيره جدا، خصوصا النواحي الدفاعيه ابتدت تتكشف قدامه الحقائق بشكل اكتر، لانه هو مدرب ذكي وبيتعلم من الحاجه اللي بتحصل سواء ايجابيه او سلبيه. ايوه، ماتش ريال مدريد، وبعدين الماتش اللي بعديه السيمي فاينال بتاع فرقه من البرازيل تقريبا، فيها اخطاء دفاعيه كتير، فيها حاجات محتاجه، كانت محتاجه شغل تاني مختلف. دخل بالجزئيه المجهده بتاعه كاس العالم للانديه دي، دخلنا على بطوله افريقيا على طول. حصل الهلال، وحصل اللي حصل من صن داونز، وصن داونز انا بشوفه كانت استكمال للي حصل. انا بتكلم على ان الشغل في النواحي الدفاعيه استكمال للي حصل في ماتش ريال مدريد وماتش البرازيل، الماتش فرقه البرازيل. من هنا احنا شفنا تحول كبير في فرقه الاهلي، خصوصا انا دايما عيني بتروح على المدرب، ودي اتعلمتها من مدربين اجانب كتير، بس اكتر اتعلمتها من كيروش. انك انت عشان تنجح الناحيه الهجوميه لازم تكون قوي دفاعيا، وقوي دفاعيا دي تعتمد على حاجتين. انك تسيب كل لعيب مفردا في حاله دفاع، يبقى هو يعني واحد على واحد او اتنين على اتنين، ودي اضعف حاجه في المنظومه الدفاعيه لاي تيم كبير. او انك تشتغل على الدفاع الجماعي. الدفاع الجماعي يعني كل الناس شايفه بعض، يعني كل الناس بتغطي بعض، يعني التحولات انا شايف ابراهيم، وابراهيم شايف محمد، ومحمد شايف اسماعيل، فعشان كده الترحيل بتاعه يبقى سهل. فهو اشتغل على الناحيه الجماعيه. هتيجي تعمل احصائيه بسيطه، هتلاقيه من صن داونز
لحد النهارده النادي الاهلي دخل فيه جول واحد. لما عينك تروح على 12 مباراه خد بالك في حاجات مختلفه ده يعني افريقيا ومحلي ودوري وكاس وسوبر يعني وشكل هجومي مختلف طب. ومنافسات مختلفه. فبقى اللاين فورورد بيدافع بشكل كويس ونص الملعب بيدافع بشكل كويس، الديفنس بيدافع بشكل كويس، بس دول كتله واحده في المواقف الدفاعيه كلهم موجودين، ما بقاش واحد بس اللي موجود، ما بقاش اتنين بس اللي موجودين، بقى عدد كبير. فالمفهوم ده بصراحه اللعيبه كمان كان فيه تجاوب كويس، لان لعيبتنا كويسه، لعيبه منتخبات ولعيبه هايله. ف ده كان فيه اصرار على ده، كان فيه اصرار ان احنا لازم نعمل ده. فالتجاوب من اللعيبه كان رائع بشكل كبير جدا، عشان كده هو خد راحته في انه يطور حمدي فتحي. يطور بقى، هو بيطور في الناحيه الهجوميه وبيطور في الناحيه الدفاعيه. انه بيطور بيرسي تاو ازاي، بيشوف بينزل هاني بيدافع، حسين بينزل، حتى عبد القادر في ماتشات بشوفه في ال 18 بيشيل في ماتش بيراميدز. بقى مفهوم راسخ، انت مش هتكسب وتتحكم في الجيم مش هتدافع غير لما كل واحد يعمل واجبات والواجبات جماعيه. ايوه، فانت بتعملها خلاص. النص الملعب زي ما بتدافع من مستوى الفيرويد، بتدافع وبعدين في تنوع بقى ما بين الاستحواذ وما بين الكور الطويل. النادي الاهلي يمكن لو ما حدش ملاحظ، احنا في كور طويله جدا في العمق بنجيب منها جوان كتيره جدا، ودي بتتعمل فجاه. يعني اثناء اللعب بتلاقي فيه تحرك، وده شغل المدرب، بتترمي له في العمق، بتترمي في العمق. حسين عملها كتير، مروان عملها كتير، عمرو السولية عملها كتير، بيرسي تاو بتتعمل له كتير يعني مرتين. ده كمان بيرسي تاو او يقع، غير انه طور دي، هو خلى الاجنحه تسجل. وده من الحاجات اللي كانت ناقصه النادي الاهلي، انه الاجنحه فاهمه ان هي بتلعب ليها دور، انها تفوت وتعمل بالكرات العرضيه. الاجنحه دي سترايكر جنب رقم 9، جنب كهربا وجنب شريف. فلازم حسين يسجل، لازم عبد القادر يسجل، لازم طاهر يسجل، لازم بيرسي تاو يسجل. فبقوا يصنعوا ويسجلوا، فدي عامله اضافه. رغم والله دي ملحوظه عبقريه، لان انا اتفضل، رغم ان احنا ما زلنا في حاجه يعني عامله له قلق، احنا بنوصل كتير جدا وبنجيب معدل التسجيل من الفرص طبعا قليل. فده هو شغال عليه، ودايما بشوفه انه بيتكلم، يعني بيقول احنا ضيعنا، احنا كسبنا بس ضيعنا فرص كتير جدا، كان لازم تيجي اهداف. فالمعدل هيزيد مع الشغل. يعني هي دي الملاحظه يا كابتن ضياء، يعني وهو بيغير طريقه اللعب، يلعب 4-3-3 تبدو في الشكل العام ان هي دفاعيه، او انه بيعمل السكرين اللي في نص الملعب قوية، لكن بالطريقة دي غير ان هو عمل تنظيم دفاعي قوي جدا، خلاك 12 مباراة يجي فيك جون واحد في مباريات مختلفة طبعا. لا انت كمان الاقوى وهي الاهم. انا بشوف طبعا دي الاهم، وهي الاهم. انت كيروشي. لا هي الاهم طبعاً، لان دي الحماية الوحيدة طبعاً اللي تخليك تكسب، اللي تخليك تبقى ما تجيب جون واثنين تقدر تحافظ، تبقى مطمن، مش انها تبقى قاعد مهزوز باي حاجه. صحيح. يعني انت شوف لما كسبت الرجاء هنا 2 ورحت عملت منظومه محترمه بشكل كبير جدا، انت زهقت المنافس الشوط الثاني تقريبا سلم. لا يعني مش سهل على مدرب في فتره قصيره زي ما حضرتك بتقول، كل الحاجات دي كتيره جدا، انه يعمل التنظيم الدفاعي القوي ده نتائجه باينه طبعا، بفاعليه هجوميه ونتائجه باينه برضه، وطور وخلى الناس نسيت ان انت محتاج فيرود، طور من نص الملعب. لا احنا مش هننسى، محتاج فيرود عشان معدل التهديف، احنا محتاجين. شريف يتألق في وجود فيرود، كهربا يتألق في وجود ليفل تاني مختلف، محتاجينه. انت واخد بالك، لكن هو طور حمدي، حمدي بيضيع اجوان دلوقتي كتير جدا، وبيجيب اجوان حاسمه. ده من ايه؟ من التطوير بتاعه، انه يروح في الحته دي. حتى اليو دينج لما بيشتغل في حته ناحيه اليمين وبيدخل، محتاجه طبعا الفينشنج بتاعه، لانه دخل في التطوير ده جديد. عمرو السوليه عامل جونين ومضيع جون الماتش اللي فات وهو نازل جزء من المباراه. فبقى المفهوم بقى راسخ، والاهم انك انت رسائلك للخصوم كتير. طبعا، والرسائل كلها ايجابيه بالنسبه لي، وسلبيه ومقلقه للمنافس، وسلبيه طول الوقت للمنافس. طبعا، ودي من ضمن الحاجات اللي نجح فيها كولر، ان انا
كل لاعبتي ال 22 او ال 23، لان هو لاعب عدد كبير جدا، لانه غير مفهوم كبير في الكوره عندنا في مصر. بالمناسبه الاهلي لعب من بدايه الموسم 45 مباراه، انا قلت 42، لا صحيح 45 مباراه. موضوع تثبيت التشكيل هو موضوع حقيقي، ايوه، بس في دوري منتظم، في مسابقات منتظمه، عارف كل اسبوع هلعب مباراه، ف اوكي وطبيعه المباريات هلعب دوري على طول او قعد يلام من اول يوم وهو يقول انا عندي لسه فيها لعيبه كتير وانا بشتغل على لعيبه كتير. ودي من ضمن الحاجات اللي نجحته، انه بيشتغل على اللسته كلها، مش بيشتغل على 15 واحد. لما تشتغل على اللسته كلها فاصبح رقم 25 عارف انه ممكن الماتش الجاي يلعب، يبقى في ال 11. فدي رسائل ومفهوم ترسخ عند لعيبتك، انك لازم تحافظ على مستوى تنافسي عالي، لانه مفيش حد اساسه حد احتياطي. لا، ما هو النهارده بيدخل ياسر، بيدخل محمود متولي، بيدخل رامي، بيدخل شريف، منام، بيدخل شريف، بيدخل كهربا، عمرو، الاربعه اللي في النص بيغيروا، خالد اي وقت خالد فتاح بياخد في كذا مركز، كلهم بيدخلوا، بتحس بالليفل عالي. فده نجاح لكولر. دي من ضمن الحاجات اللي بتقوي التيم وبتقوي فرقتك، انك انت مش طول الوقت تحصل اصابه تتصدر لك. حتى ايفن في الاصابات اللي موجوده دلوقتي اللي ان شاء الله هتخف وتلحق، يعني الشناوي وعلي، انا برضو مطمن، ومصطفى بيلعب، ما فيش اي مشكله، نزل مصطفى ويلعب، وان شاء الله مع قوه التيم بتاعك ما فيش اي قلق مع اجادته، مش هيبقى في اي قلق. فانا بشوف ان كولر في 8 شهور عمل حاجات تخليه يبقى مشروع النادي لسنتين ثلاثه، يعني سنتين ثلاثه طبعا. افتقدنا فكره المدرب اللي يطول شويه، احنا افتقدناها طبعا من ساعه مانويل جوزيه لظروف مختلفه، لكن انت بطول الوقت بتدور وبتساعد عشان توصل لضالتك في ده. وانا بعتقد انه ان شاء الله يعني مع النجاحات كولر النادي بصدد يعمل ده، لانه يبقى ده مشروع طبعا، لانك انت عملت تيم الحمد لله، وتيمين كمان بحاجات بسيطه جدا، فانت عندك اقتصاديات ماليه مش هتروح كتير لتبديل في جوهر التيم. فده جزء كبير جدا من الاقتصاد دي هتستخدمه في حاجات تانية كتيره جدا. لانك انت خلاص الراجل اللي هو عايز 2 لعيبه ماشي، انت واخد بالك، الفيرود اللي هو بيتكلم عليه او باك ليفت، وفي عقبال ما اشرف يجمد ويبقى كويس، وهيبقى كويس ان شاء الله، فانت هتوفر جزء كبير على الاقل لمده 3 سنين او 4 سنين. هتوفر جزء كان رايح على تدعيمات. ده نجاح للاداره الفنيه. فهي شبكه واسطوانه واحده او ترس واحد اللي بتضخ اموال عشان الناحيه الفنيه تعلى، فالناحيه الفنيه تجيب لك بطولات وتجيب دخل وتجيب رعايات فتعلي الايراد. مع الاختيار السليم، انت مش كل سنه هتغير في اساس التيم. انت التيم اللي عندك ما شاء الله، عشان تغير فيه وتدخل فيه واحده واحده، الحمد لله احنا ما وصلناش ان احنا نغير شكل كبير جدا، عشان كده بنقول كمان متوسط لعيبة العمر كويس قوي، كويس جدا. لا كويس جدا. فانت الاداره الفنيه اللي هي بتريح في حاجات كتيره جدا، مع اللي عامله مجلس الاداره في موضوع الاقتصاديات بتاعه التيم، رعاياته، البطولات اللي بتدر اموال اساسها الناحيه الفنيه. طول عمر الكابتن صالح كان يقول لنا اقوى فنيا، خليك قوي فنيا، حاجات كتيره جدا هتتحل، حاجات كتيره جدا حتى لو عندك مشاكل خارج ارادتك، لكن الناحيه الفنيه هتحلها، هتحلحلها. هتحلحلها لوحدها طبعا. طول ما انت بتكسب وجمهورك في ظهرك، دور الجمهور كبير جدا في ظهرك، الجمهور بيسعد، الناحيه الاقتصاديه بتزيد، هي حلقه واحده. لو اشتغلت كل واحد عمل شغله، يعني هو بيعمل شغله كاداره فنيه واللعيبه بتعمل شغلها، في تمازج وفي انضباط بشكل كبير جدا، مجلس اداره عامل شغله من الناحيه الثانيه على اكمل وجه، فالعمليه بتؤدي الى نجاح كويس. هو كمان اعتقد منظومه الجهاز بتاعته، الحاله البدنيه واضحه جدا. هو مش هيقدر يعمل ده غير لو معاه ناس كويسه.
بتاع الاناليسيس بتاع التحليل، راجل كويس جدا، شغال كويس. انا ما اعرفوش وما شفتوش او بشوفه في الملعب من بعيد ما اعرفش، شغال بشكل كويس لانه كولر عنده حاجه كويسه في قرايه الخصوم الى درجه كبيره بيعرف يقراها كويس، وده مش هيجي غير من بتاع التحليل بتاع التحليل الدقيق بشكل كويس. الفيتنس كوتش شغال اكيد كويس لان حالتنا كويسه جدا ما شاء الله يعني بدنيا، حتى بلاقي ساعات صرخات او النبي رايح ده والنبي رايح، هو عارف عنده الجي بي اس وعنده القياسات كلها، عنده القياسات وعارف ده امتى في الدقيقه كام فين. الكلام ده بيتقال اثناء المباراه واحنا شغالين، يقول لك ده وصل لمرحله كذا غيره دلوقتي. لا ده فاضل له طبعا اللي بيتلبس ده بيتسمع عنده بيديله المؤشرات يقول له ده خلاص لحد دلوقتي لحد كفاية كده. فهو عارف بيدي معلول قد ايه وبيريحه امتى، وعارف بيدي ده قد ايه وبيدخل قد ايه، فهو يعني التيم بتاع العمل ما شاء الله ناجح. وانت هتخلينا نحسده مبرهن. لا 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 اعتقد ما شاء الله. كمان بعد جايب اجهزه كمان، قال لك انا طالب اجهزه في حاجات متطورة طبعا في حاجات متطورة جدا، ضربات الرأس هو هيحسنها لأنها بتبقى مهارة موجودة، لكن هو عايز يحسن التايمينج التوقيت بتاع عايز يحسن انه يشجع اللعيب. في لعيب ما يفضلش انه يروح يلعب بدماغه الا اذا كان لوحده، اذا كان لوحده خالص الكرة جاية له وهو لوحده، لكن في الاشتراك ان يسبق مدافع ويعمل الحاجات دي محتاجة طبعا لانها هتزود الاهداف. هي محتاجه، واعتقد انه لو ان شاء الله ربنا النادي الاهلي وفق في حاجه ليفل كويس هيساعد في ده بشكل كويس مع اللي موجود يعني. يعني هتلاقي كل حاجه معظم اجوانا ارضيه يعني معظمها كهرباء بتجيبها من على الارض، بيرسيتاو وشريف الاجوان اللي بالهيدز نادره الى حد ما، قليله شويه، قليله طبعا قليله، لا قليله برغم نشاط على الطرفين. معدل نشاط الطرفين كمان. على معدل استحواذك بتاع الماتش الاخراني عامل مش عارف 800 وكام باص سليم يعني على معدل استحواذك وعدد الهجمات اللي موجوده المفروض في حاجات تستغل اكتر من كده. الاستحواذ الكبير مع التمريرات الكتيره سمه واضحه جدا عنده، دي ليها دلاله فنيه عندك؟ هي في الكوره بتخلي الفريق اللي قدامك في حاله دفاع طول الوقت، حاله دفاع مرهق. ايوه ليه؟ انت هو رايح يعني جاي يعني التمرير الكتير طبعا هدفه اجهاد المنافس طبعا، ده جزء من الاهداف جزء من الاهداف، وجزء انه مش تمرير بدون اهداف، لان في وقت معين بتلاقي كره طوليه بتتحرك. ايوه بتلاقي في اختراق لشريف، في اختراق لبرسيتاو، في اختراق لحسين، تفكيك للخصم كده بالظبط مع الناس اللي وراها بتعمل ادوارها يعني. تشوف الجون بتاع الترجي هنا مروان عمل دور هايل في انه يقطع الكره، وهي شغلته عمل شغله صح، سلم لبرسيتاو، عدل حسين جري انت واخد طيب. بالك وده ده مش الاول الاجنحه بتاعتنا كان من سنتين ثلاثه كانت تستنى الكوره تستلمها والمدافع قدامه، لكن كنا محتاجين ان حد ياخد في ظهر الديفنس، فاتلعبت بالستاو عمل اسيست رائع. بس لو حسين ما جريش الجريه دي ما كانش كان هيروح عامل كده ويدي اللي جنبه. فدي من ضمن الحاجات اللي الاستحواذ بيساعد عليها، انك تستحوذ على الكوره فتعمل هجمه طول الوقت بتنقل الكوره ترهق المدافع وتخليه يائس، مع الوقت بييأس، مع الوقت بييأس، فده يعتبر تفوق ليك. واللي فجأه لقينا في يعني مش بس حتى انك بتعمل تدوير في الافراد، لا في تنويع في القدرات، يعني في كذا لاعب جوكر ما كنتش انت تعتقد انه عنده المرونه التكتيكيه ديت، ده شغل مدرب ولا قدرات لاعب؟ دي الاثنين لازم يلتقوا، المدرب لازم يشوف القدرات واللاعب لازم يظهر القدرات. يعني ما فيش حاجة مش عايز أقول لك يعني إيه، ما فيش حاجة مش عايز أفلسف الموضوع وأقول لا ده هو الاثنين لازم يلتقوا، اللعيب بيظهر قدراته يعني حسين الشحات ياخد في الناحية الشمال طبعا خد بالك لا وغير كده وحسين في اوقات كتير بيبقى بلي ميكر مثلا. يعني كم اسيست عمله حسين من ساعه ما ابتدينا وبرستا ودول اجنحه ويدخل 10 تلاقيه خطورته ويروح يجيب اجوان ودي ادوار اضيفت قدرات كانت موجوده والراجل طلعها، بس التانيين طلعوها بشكل كويس حرية كمان. فطلقت الافكار، عشان كده بقول لك هو تمكن
من ادواته من الادوات وهي اللعيبه مش بتتمكن من رجليها، بتتمكن من دماغ. انه يقتنع بالتحرك، يقتنع انت لازم تقطع في دي في الوقت ده لازم، فده هو تمكن خلاص، واللعيبه وصلت الاشاره متبادله وبقت تنجح فيها. فالنجاح متبادل، وصل للسوفت وير بتاع اللاعب بالظبط كده. قول لي طيب، هل سمات الشخصيه للمدرب؟ يعني احنا تعودنا ان المدرب اللي واقف يصرخ صوته عالي، مدارس مختلفه بيأثر فجأة. الراجل يعني القاتل الباسم المبتسم الهادئ، هو يعني هي مدارس مختلفة، في حد بيقعد، في حد بيقف يزعق، في حد بيقف يعني بيوصل الهدوء ده مؤثر، يعني هي طبيعة الراجل. وأهم حاجة اللعيبة، أهم حاجة اللي في أوضة اللبس شكلها إيه في المواقف المختلفة. فأوضة اللبس أنا عارف إنه متمكن منها بشكل كويس، وعارف إنه مسيطر عليها بشكل كويس في كذا موقف، بيعامله انت تبان انه بيعامله بهدوء، لكن هو متأكد انه معاملات مختلفة. المهم انه بيقدر يرجع اللعيب للحالة اللي هو عايزها. فأنا في رأيي أهم حاجة التمكن من أوضة اللبس، تمكن من الانضباط بتاع اللعيبة أوضة اللبس، وأنا بعتقد انه عامله بشكل كويس جدا. سيد كمان عمل دوره، لا سيد كويس. طبعا، من غير سيد، سيد في الحته دي سيد الظهر، الظهر بتاع عجز في مدير الكوره. لا لا سيد ما شاء الله عليه، يعني حاجه رائعه، بيأدي خبراته بقت عاليه فيها، خبراته بقت عاليه، وبيشتغل مع كل الاجناس المختلفه من المدربين، بيتعامل بشكل كويس. وده واصل للعيبه في علاقته باللعيبه بشكل كويس، بقى عنده خبرات كبيره جدا. مسمار، لا سيد مسمار في الحته دي ما شاء الله عليها. طيب كولر بعد الفوز على انبي كان له كلام مهم جدا، هنسمعه ونشوف راي الكابتن ضياء. سعداء بالفوز طبعا، لكن مش سعداء قوي بالنتيجه، كان ممكن تخلص بنتيجه المفروض اكبر من كده. احنا سيطرنا على المباراه سيطره شبه كامله، بالذات الشوط الثاني او بالاحرى بعد ما جبنا الجون الثاني بدا الماتش يفتح. هم كانوا في الاول مندفعين او واقفين دفاعين كويس، لكن بعد الجون الثاني الامور هما بداوا ان هما عايزين يلعبوا شويه او يخرجوا شويه من المنطقه الدفاعيه بتاعتهم، فبدا نخلق فرص كتير بالذات في الشوط الثاني، فرص غير عاديه. احنا كنا المفروض النهارده نكسب 4 أو 5 مستريح. Dann ist es wichtig, dass man auch in den Rhythmus reinkommt. Und das ist schwierig, wenn du dann 3-4 Wochen nicht gespielt hast und dann gleich ein Spiel von Anfang an spielst und um 90 Minuten gehen würdest, ist einfach auch die Gefahr, dass wieder eine Verletzung kommt, ist zu groß. Also darum versuchen wir das so ein bisschen zu handeln. بالنسبة للسؤال الأولاني، يعني إيه لعيب أساسي؟ أنا عندي قائمة كبيرة، كل لعيبة عندي زي بعض. بيبقى في ماتشات ببدا فيها بتشكيل على حسب برضو الاصابات، في لعيبه بتبقى مصابه وعقبال ما بترجع ما بتقدرش انها تدخل على طول بسرعه، لان احنا في الريتم اللي احنا فيه ده اللعيبه ما بتتمرنش كتير مع بعضها كمجموعه كامله، في مجموعه بتتمرن اقل شويه، فعقبال ما ياخد ريتم الماتشات بياخد وقت اطول. كمان اللعيب اللي مصاب بقاله 3 أسابيع او اسبوعين او اكتر، ما اقدرش ان انا انزله من اول المباراه او ينزل 90 دقيقه مره واحده، فلازم بنزله بقنن نزوله في الاول لغايه لما يبدا يخش تاني في ريتم الفرقه. فما فيش عندي فكره لعيب اساسي، احنا بنقعد نحاول قدر الامكان طول الوقت ان احنا نهندل الموضوع، ان كله بيلعب من غير ما يبقى فيه اي خطوره على اي لاعب في الاصابات، وان كله يبقى الاداء دايما في اعلى مستوى دي. Wie ist die Müdigkeit, wie ist die Fitness? Also wir werden sicher auch wechseln wieder beim nächsten Spiel, aber wie viel und wer, das ist aktuell noch offen. السؤال الثاني بالنسبة للفترة الجاية، ما أعرفش الماتش الجاي هيبقى ازاي، أو مين هيبقى موجود مين مش هيبقى موجود. أنا المهم بالنسبة لي إن اللعيبة اللي ما شاركتش الفترة الأخرانية بشكل منتظم إنها تديني 100% في التمرين، لازم أشوف منهم فعلا رغبة سواء في دقائق قليلة بيشاركوا فيها أو في التمرين 100% مش 60%. اي لعيب هيحاول ان هو يديني 60% في التمرين او في الفتره دي، بالنسبه لي مش هقدر ان انا اشوفه. اللي هيبقى بيديني ال 100% وبيحاول وبيحارب على فرصته وعنده الرغبه وبيوريني ده، لان انا عايز اشوف منه ده هو ده اللي ليه فرصه. مين الماتش الجاي هيلعب؟ اكيد هيبقى فيه تعديلات طبعا في التشكيل، او هحاول اغير شويه عشان اريح بعض الناس. لكن مين وقد ايه وكام لعيب؟ Wenn das nicht auf natürlicher Basis passiert, wenn jetzt Henny oder Schenaui, wenn die verletzt sind, dann ist es möglich.
aber nur damit jetzt Ali diese Binde hat und alle Fans wollen das sehen. Also das werde ich nicht tun. أكيد أنا مش في في النادي الأهلي قواعد لشرط الكابتن. Weil das ist irgendwie gesucht. Ja. Das ist ja dann wieder eine Frage, okay, der Fan möchte gerne den Spieler sehen, der Fan möchte gerne den Spieler sehen und dann, ja, dann braucht es mich ja gar nicht mehr. Dann kann ich zu Hause bleiben und können die Fans dann dementsprechend die Mannschaft zusammenstellen. Also die sind nicht dabei im Training, sehen nicht jeden Tag, was los ist. Also ist da natürlich ganz was anderes. Aber sie können natürlich Wünsche stellen, aber das heißt ja nicht, dass ich die erfüllen muss. زي ما قلت في البدايه في قواعد صارمه في النادي الاهلي محدده مين اللي يلبس شرط الكابتن. عارف ان الجمهور بيتكلم في الموضوع ده كتير قوي الفتره اللي فاتت، لكن الكلام ده لا يعنيني اطلاقا. اللي هيلبس شرط الكابتن طبعا القواعد عشان اسباب فنيه، مش هغير حد والعب حد مكان حد عشان خاطر البس واحد شرط الكابتن، اكيد ده مش هيحصل ابدا معايا. ونقطه ثانيه كمان ان ممكن يحصل ده بشكل طبيعي، يعني بشكل طبيعي لا قدر الله لو مثلا هاني مش موجود والشناوي مش موجود فعلي موجود والسلامي مش موجود، تحصل بشكل طبيعي. لكن ان انا اعملها عشان اجامل حد انا مش هعمل كده ابدا. اللي هيلعب عشان خاطر انا محتاجه فنيا، عارف ان الجمهور بيتكلم في الموضوع ده كتير، ده عايز ده يشوف ده في الملعب، والجمهور ده واحد منهم عايز يشوف ده في الملعب، ولا ده بيقول لا انا عايز ده اللي يبقى الكابتن، لا ده اللي يبقى الكابتن. لو هم الجمهور عايز يمشي الامور اقعد انا في البيت والجمهور هو اللي اختار التشكيل واختار اللعيبه وانا ماليش دعوه بالتدريب. ده مش هيحصل، انا المدرب انا اللي بختار. الجمهور مش معانا في التدريبات، مش معانا في الملعب، ما يعرفش ايه اللي بيحصل خلف الكواليس، وبالتالي في قواعد لموضوع الكابتن وهنمشي عليها. طيب في قواعد وهنمشي عليها وده نظام صارم. كابتن ضيا لما سمع الكلمتين دول وقال لك الراجل بيقول لك انا اقعد في البيت والجمهور يجي يختار التشكيل، قال لي هو ده هادئ؟ كيف انت عمال تقول لي راجل هادي؟ هو ده هادي؟ ايه؟ واضح وبهدوء، واعتقد ان الجمهور هيتفاهم. كلام في منتهى القوه بهدوء. لا بهدوء وواضح، وانا الجمهور يركز على الحاله الفنيه والناتج في دعمه. الترتيب القواعد وترتيبها. رايك في موضوع شرط الكابتن؟ لا طالما في قواعد انا معاه. وبعدين عايز اطمن الناس لحاجه، يعني في شرط كابتن، يعني يقول لك هو ذا كابتن اند هو ذا ليدر. مين الكابتن ومين القائد؟ فعلي طول الوقت شايفينه قائد. ولما هاني يلبس هاني يستحق ده، نظير مشاركاته وانه قديم ويستحق، والكابتنه شرف طبعا انه اي حد يحط شرط كابتن النادي الاهلي. لكن انا ما يبقى عندي كابتن حاجه زي الفل، وعندي ليدر كمان موجود علي ما شاء الله عليه ليدر في جمع الفرقه وفي الكلام وفي التوجيه وفي الصرامه وفي الحاجات دي كلها. فدي انا عندي حاجتين كويسين. طبعا الجمهور بيبقى حابب حد وحابب، بياخدها من ناحيه عاطفيه، بس احيانا الناحيه دي انت ما تدفعش حد انه تبوظ القواعد، وهي مش هتحصل يعني. ايوه يعني مش هتحصل. يعني هي مش هتحصل خالص. فالقواعد هتمشي، والراجل الهادي اديك شفته هادي برضه ما زال. لكن اتكلم في حاجات احنا اتكلمنا فيها. لا بس قال لك اقعد في البيت. وما عنديش حاجه، ده اساسي عند كل الناس. ده ما يقولهاش وهو قاعد على في المؤتمر غير وهو شغال في الملعب على كل الناس. فانا بقيت واثق في كل الناس، واللعيب اللي هيلعب حتى لو في مثلا تغييرات بكره، اللي هيلعب ده عارف انه لازم ان شاء الله يكون بيأدي كويس جدا، عشان هو لعيب اساسي. هو لعيب في الليسته، في لسته النادي الاهلي هو لعيب اساسي. فالرسائل دي كل دي حاجات كولر رتبها على الرفوف كانت رايحه. يعني الرفوف بتاعت كانت الدنيا متلخبطه. خلاص بقت الرف ده معروف فيه ايه، والرف ده معمول فيه ايه، وفيه قائد في الناحيه الفنيه طبعا كولر بيديرها بشكل كويس. والمفهوم لما يبقى واصل لكل الناس، ده حارس واصل لحارس. ايوه. فاكيد حارس عارف ينزل الادوات فين. فدي نجاح. نجاح لكولر ما شاء الله يعني. طيب كنا كتير لما بنسمع على كلمه اللعيب ده مش بتاع تمرين، وده ما بيتمرنش كويس، بس انا هديك في الملعب. الراجل الحقيقه قال حسبها بالرقم، قال لك اللي فاهم ان هو هيتمرن 60% مش هيلعب. مفيش الكلام ده. مفيش حته يقول لك اصل ده مش لعيب تمرين وده لعيب ملعب. وده مش لعيب ما تخلوش يدافع. ده ما يدافعش. ده لا، في واجبات لازم هتعملها.
لانه هو ده ترس، تمرين النهارده ده ده ترس واحد ممكن خلل فيه يبقى هيأثر على اللي بعديه على اللي بعديه على اللي بعديه، فهو الجماعيه ثم الجماعيه ثم الجماعيه. في الناحيه الفرديه كل واحد يؤدي اللي عليه من خلال الجماعه. هتتمرن كويس قوي هتلعب. لازم التمرين هو الواجهه والمرايه بتاعه المدرب عشان اللعيب يلعب. حتى لو لعيب جت صدفه انه لعب من غير تمرين، صدفه وبقى كويس، لازم يرجع يتمرن. هيتمرن، التمرين هو الاساس. يعني التمرين مش معمول علشان بالكثافه دي حتى لو هو تمرين استشفى. هو ليه حسابات عنده. بتبقى ليه حسابات عند المدير الفني. والاعلام والجمهور لما بيطالب بلاعب معين، عايز يشوف لاعب معين، هو ما شافوش في التمرين او ما عندوش اي درايه هو عامل ايه في التمرين. المدرب فقط اللي شايفه وعارفه وحاسبه. طبعا. اللي عايش مع الفرقه وعايش مع اللعيب في التمرين وعايش مع اللعيب في اوضه اللبس وعايش مع اللعيب درجه تنفيذه للكلام اللي بيقوله بتختلف من حد لحد، لكن في النهايه هو اللي عايش وهو اللي شايف ينزل ياسر ولا متولي ومتولي ولا منعم، هو اللي شايف. فهو اكتر من يحكم على لعيبته هو المدير الفني وطاقم العمل. لانه سامي ليه دور كبير جدا وهو ناجح بشكل كبير. شغال معاه كويس قوي. قوي ما شاء الله، بهدوء وشغال بشكل كويس، وسامي مش هيشتغل معاه الا اذا كان الراجل مبسوط بيه ومديله مساء ومبسوط بيه. مبسوط اكيد في اراء فنيه، في اكيد في حاجات بيغيرها، لان سامي عارف طبيعه اكتر. لكن هو في الوقت اللي احنا فيه ده الراجل حفظ دبه النمله في جوه الراجل. واضح انه عارف اللي بيتقال حتى في الراي العام والجمهور. يعني كلامه من نجاح كان عارف الجمهور بيتكلم فيه كتير. ما هو من نجاح المدرب انه يعيش الجو. طبعا يعرف التفاصيل، مش يعيش بس، لازم تبقى عارف ده الخصم بيقول ايه وجمهورك انت بيقول ايه والاعلام وجمهورك. وده بيقول ايه. لازم يبقى حاسس بده وعارف بده عشان تبقى يعني على اتصال. الاتصال ده بينفع. انت اشتغلت مع اجانب كتير وكان ابرزهم كارلوس كيروش. طبعا كارلوس ده اصعب واحد. كان مهتم يعرف كل حاجه. مش بيهتم، هو عنده عنده مركز اعلامي بتاعه. كان عامل لينكاته كلها على في الحته اللي بيروحها، واول ما تيجي بس كلمه كارلوس كروش ترن عنده ينزلوا الخبر. ده اقول له نا في ايه؟ يقول لي إيه مين ده؟ اقول له ده فلان الفلاني. قال لي هو شوف قايل ايه؟ اقول له ماشي. ده مين ده؟ اقول له شوقي تعالوا عندنا. هم دول بيقولوا كانت حاجات بتحصل من جوه الاتحاد يعني. يقول هم دول معانا احنا ولا مش كانت عامله مشكله مع الاتحاد؟ ما كانت عامله، واحنا كنا بنقول له يعني ما تاخدش على التصريحات. يقول لي لا اخد على التصريحات. يقول لي لا مش انا. لا الحاجات دي احنا عايزين نحوط، عايزين نقفل، مش عايزين كده يعني. فالاجانب طبعا ناري جدا، فظيع. شخصية نارية. لا فظيع. فطبعا لازم كولر يبقى عارف، ما يبقاش مش عايز اقول الاطرش في الزفه. لا هو ده من الذكاء كمان. لان احدى ادوات نجاحه الميديا. وهو عارف هو بيقول ايه وما بيقولش ايه. الناس يعني احنا خد بالك جزء من شخصيه المدرب وجزء من المباراه احنا بنعرفها من كلامه في المؤتمر الصحفي. فكل الانجليز تحديدا يقول لك المباراه بتبتدي من المؤتمر الصحفي. من المؤتمر. من المؤتمر الصحفي. احنا بره المؤتمر قبل المباريات. طبعا. احنا عندنا بعد. انت لا ده فيه وده فيه. يعني في مؤتمر تقديمي. لا المؤتمر بتاع الجيم بيتسال فيه. بتاع الماتش. قبلها بيوم. فالمباراه بتبتدي من المؤتمر، لانه الكلام بيبقى بحسابه وبيبقى عارف الكلمه دي راحه لمين، راحه للخصم. مش راحه للخصم، راحه لايه. طبعا طبعا. المايند جيم بيتلعب في المؤتمر. جزء كبير منه يعني. طب قول لي بقى في حكايه المدربين الاجانب، وانت عاصرت ناس كتيره، مارسيل كولر تحطه فين بين ثلاث اربع مدربين زي هيديكوتي، زي ديتر شفايسر، زي مانويل جوزيه، المدربين اللي كان ليهم بصمه فنيه، ولا لسه بدري شويه؟ لسه بدري. طب هو في طريقه لده ان شاء الله يمشي بنفس المعدل. المعدل بتاعه
معدي الحواجز دول 8 شهور. انت عارف 8 شهور في فرقه كبيره تعمل النتائج وتاخد 3 بطولات؟ هو طبعا ما فيش في حته في العالم 8 شهور فيها 3 بطولات، لكن احنا عندنا صدفه. ايوه. وخد بالك من اصعب الحاجات اللي انا قلتها انه ماتش السوبر الاخراني، يعني لحد قبل ماتش بيومين وهو هيلعب مين؟ هيلعب الزمالك. لا هيلعب الزمالك، ترتيبه الزمالك فجاه بيراميدز. انت عارف دي حاجه حاجه غريبه جدا بالنسبه للمدرب. ايوه طبعا هي حاجه غريبه. ان انا بشتغل ورايح وماتش كبير. طبعا. غير انه ديربي اهلي وزمالك، ده ماتش السوبر، حساباته الفنيه مختلفه خالص. الناس الاناليسيز اشتغلوا وكل الشغل، وهو اشتغل في الملعب على ده. بشتغل النهارده انا على زيزو وعلى كل جزيري وعلى الزمالك عموما. فجاه بقى قبليها ب 48 ساعه انا قال لك بلاها نادي قدس، بشتغل بقى على حاجه تانية. يعني بشتغل على تيم تاني. فطبعا التحول ده محتاج انك انت، وخد بالك حسابات تيم مختلفه عن حسابات تيم. في التكتيك طبعا حسابات وتعليمات للاعيبتك مختلفه بشكل كبير جدا، والتهيئه النفسيه والذهنيه. والتهيئه، انت كلاعب قاعد مش ايه ده، فدي ممكن توقعك ذهنيا. فالتصدير الذهني ده مهم جدا. فكون ان الراجل هادي واللعيبه واثقه في نفسها وهو واثق في لعيبته، تماسك الامور والامور عدت بشكل كويس الحمد لله يعني. طيب على ذكر برضو اللخبطيشن اللي حصلت ديت، انت اشتغلت مدير فني للاتحاد مستقر، اتحاد الى حد كبير وصل لدرجه احترافيه كويسه في الامارات. طبعا. احنا فين من الكلام ده؟ بكل وضوح احنا بعيد. احنا بعيد. وبعيد بسبب انه ما تعرفش مين المسؤول. لان المسؤوليات بتروح يعني مره تروح هنا ومره تروح هنا، تقول لي لا ده عندي ده، لا دي عندي ده، لا دي عندي ده. اللوائح مش واضحه، ولو اتوجدت تتوجد بطريقه اجرائيه غير قانونيه. انت واخد بالك؟ فلازم تبقى الامور واضحه علشان تعرف تعامل الناس. انت كاتحاد مسؤول لازم ترتب كل حاجه باجراءات صحيحه. سواء لوائح او نظم مسابقات او عشان لما تيجي تاخد اجراء ما حدش يقول لا ده مش قانوني، لا ده قانوني، لا زي مشكلتنا اللي حاصله بتاعت كهرباء، ما هي الجدل لا الاجراءات مش قانونيه، لا دي قانونيه، لا هنروح فتتعطل فالناس تعطل. فلازم تبقى الامور واضحه والورق عندي وعندك وعند ده وعند ده وعند كل الناس. أيوة. وتبقى الحقوق كلها متساويه. الحقيقه كل ده موجود يا كابتن. لا يعني النظام موجود، اللوائح موجوده. النظام مش موجود. اللوائح موجوده. ما هو اللوائح موجوده ولا محدش بيطبقها. طيب. يبقى في خلل. يعني عندك لائحه نظام اساسي بتقول لك اللجان القانونيه بالانتخاب. لماذا لا تطبق؟ طب ليه ما بتنتخبش؟ ليه الاجراءات تبقى مخالفه؟ ما تطبقها سهله. بالظبط. سهله، لان انت لو دعيت الجمعيه العموميه مش هتيجي، فيبقى انت قرارك انت مفوض. يبقى انت مفوض. سهله جدا ما جدا. تفهمش ايه السبب ان احنا استمرار فسهله فانت تتزنق في حاجه، فطبعا ما عملتلهاش ورق سليم. فتلاقي جات لك حاجه تانية. عملت بومينج. ما عملتلهاش ورق. فتروح واخد قرار غلط. فبقت القرارات الغلط بتتركب فوق بعض. فبتكتر عليك. وقت الاصلاح بقى. وقت الاصلاح هتوه. هصلح دي الاول ولا هصلح دي الاول ولا هصلح دي الاول. فاحنا محتاجين ترتيب لائحي بشكل كويس، محتاجين مسؤول يطبق الورق اللي موجود عنده، اللي هو اقرته جمعيه عموميه او اقرته اي حاجه، تمشي في الاجراءات صح. تمشي في الاجراءات صح. عشان كده الامور صعبه على كل لجنه، صعبه على لجنه الحكام، صعبه على لجنه الاستئناف، صعبه على لجنه الانضباط، صعبه على لجنه المسابقات، صعبه على الجدول. تحط لائحه من بدايه الجدول تقول انه الفرقه اللي هتوصل دور الثمانيه ما فيش ماتش بين الماتشين الذهاب والعوده، يقول لك الاهلي ما بيلعبش، تقول له عندك لائحه يا سيدي في لائحه، لا ماليش دعوه باللائحه ده مش عارف. فهي الامور كلها، يا لو وجدت لائحه
لو طبقتها يبقى انت بتجامل ده او ما بتجاملش ده او بتعمل ده. لو ما احيان كتير ما بتطبقهاش احيان كتير. فالخلل ده هيروح امتى انا مش عارف. واحنا ايه عارف اللي عمال يغرز احنا مش عارفين مين اللي هيطلع اللي عمال يغرز ده مش عارفينه فين بعد 100 سنه. احنا ده مئويه يعني كتير قوي كده. لا كتير مئويه. وبعدين انت بتفتكر ان كل ده بعيد عن الفنيات. ماتش الكرة ليه ترتيب ورق كتير. ليه ترتيب ورق عشان تطلع بال 90 دقيقه النظيفه دي وتنظم مسابقات وتعمل دوري ليه راعي وتعمل دوري ليه راعي والملعب فيه ثلاث لوح اعلانيه فوق بعض وتبقى مطلوب ان الناس تشوفك والناس اللي جنبك بتشتغل وانت سوق كبير. انت سوق كبير. انت اكبر سوق المفروض يعني سوق يعني واعد. خساره ان ده مش مستغل. لا سوق واعد ولازم يبقى موجود. اتمناهم ان هم حد يحط يعني يقول ستوب احنا هنعمل كل الحاجات دي. هنشتغل. يا ريت. طيب انت شغلت البوزيشن ده في الاتحاد الاماراتي. الاتحاد المصري حتى الان ما عندوش مدير فني للاتحاد لانه مشاكله كتير. هم مشاكلهم كتير. مشاكلهم ماليه كتير. مشاكلهم في لجنه الحكام. مشاكلهم في تطبيق لوائح. مشاكلهم في انه المسابقات احنا دلوقتي لسه هندخل على مشاكل المسابقه انها هتطول وهتخلص امتى وهتفتح باب قد امتى وهتروح وبعد كده في المسابقات بتكتر عليك. يعني انت المسابقات المفروض مع بلد مستقر لائحيا تبقى حاجه ايفنتات تظهر لك شكل البلد وشكل اداء الكوره. انك انت بتلاقي فرقتين او اربع فرق بيلعبوا في بطوله افريقيا. هتلاقي الاهلي بيلعب في السوبر الافريقي. تلاقي الزمالك رايح البطوله العربيه. في وسط النظام في وسط انت منظم بشكل لائحي وبشكل كل حاجه جداول مواعيد الحاجات دي بتسمع عندك. يعني المفروض ان الحاجات دي بتسمع عندك وتاثر على ارتفاع مستوى الكوره. فانت مشغول. انت ليه مش ما عندكش غير منتخب واحد اللي شغال؟ هو في اتحاد في العالم عنده منتخب عنده مسابقه يعني بيعمل لتطوير الكوره. عنده مسابقه واحده. عنده منتخب واحد الاولمبي هو اللي بيلعب. طلع منتخب الشباب والناشئين على طول في ظهرهم منتخبين ثلاثه شغالين. لان دول هيمسكوا في اللي جاي وتطويرهم مش سهل. محتاجين وقت شغل. بس هو الاتحاد عنده ازمات ماليه. يقول لك انا هجيب من دلوقتي مدربين واجيب اجهزه وهدي. هو ده يعني التنظيم الاداري مش خادم الناحيه الفنيه. فهيجي المنتخب لما يتكون يبقى وقته قليل ويبقى المدرب ما لحقش يعمل الاعداد فنخرج ونرجع نقول ده الحقه ده ما فيش مش عارف ايه ونطلع نزعق بعد الخساره وبعد كده العمليه تنسى تاني. فهي التنظيم الاداري زي ما انا قلت في حاله النادي الاهلي. النادي الاهلي قفل وخد قرارات اداريه مهمه جدا. اجاد في اختيار مدرب ربنا وفقه بشكل كبير جدا. الناحيه الفنيه عاليه. الناحيه الفنيه لما تعلى مش هتلاقي انت متفرغ كمجلس اداره. النهارده ما شاء الله بتعمل الفرع الرابع واقبال رهيب وان شاء الله يبقى ازيد. فتفرغت انك ترفع من شانك الاقتصادي لان الناحيه الفنيه كويسه. أيوة. فالناحيه الفنيه كويسه جمهورك بيزيد. الرعايه بتيجي للجمهور للفرقه اللي بتاخد بطولات وهي ناحيه فنيه كويسه. فالاداريات الضغط اللي عليها بيقل. وطبعا النادي الاهلي مش بيعمل ده في الكوره بس. هو عامله في جميع الالعاب. أيوة. وهو حمل زياده كمان كبير. 18 لعبه حاجه لانه الجمهور وراك. لا عايز اخد دي. لا انا عايز اخد دي. لا انا عايز اخد مش عايز لعبه مش عايز افوت لعبه. فعشان كده بقول للاتحاد نظموا كل الاوراق ونظموا لائحيه ونظموا الورق عشان تتفرغوا. مفيش شغل فني. انت مفيش شغل فني. بتقول هو منتخب واحد وبطوله الدوري متاخده للرابطه. يعني انتوا كمان المفروض تكونوا متفرغين للمنتخبات. لا ده قصه والقاعده. لا يعني العمليه اداره العمليه الفنيه يعني واخده فيها صعوبه جدا. انا عارف ان هم عندهم مشاكل ماليه بس انت كاتحاد المفروض تحل ده في لا انت كمان قلت نقطه مهمه جدا في الكيس بتاع النادي الاهلي انه النواحي الفنيه نجاحها طبعا اولا مفوقك اداريا
ومنجحك ماليا. لازم، لان ماليا انت مثلا، يعني انت لو الناحيه الفنيه مستقره كمنتخبات طبعا هتسوقهم وهتعمل ماتشات، هتسوقهم وهتعمل ماتشات وهتلاقي الاجنده بتاعتك مليانه. احنا مثلا يعني احنا في الفتره بتاعتنا في 6 شهور لعبنا 25 مباراه، لعبنا كل حاجه، بطوله عربيه منها البطوله الافريقيه لتصفيات كاس عالم 4 ماتشات. المره دي مثلا لعبنا 4 ماتشات في سنه تقريبا، 4 ماتشات دوليه في سنه بس. انت تخيل انت عندك وقت تشتغل، انك انت ما فيش ضغط، يعني احنا خدنا الفرق الضعيفه في 4 ماتشات في سنه مع فيتوريا، اوكي عنده وقت ودي حاجه كويسه. انت بقى شغل الحاجات الفنيه تانية، الاساس، الاساس ده مش سهل، لانك انت الاساس من تكوين المنتخبات انك انت بعد 5 6 سنين يبقى عندك على الاقل كل منتخب لو في 30 لعيب، لو عملت 3 منتخبات وهو المطلوب انهم يتعملوا دلوقتي حالا او مش دلوقتي 2005 و2007 و2008 من 3 شهور او من 4 شهور دول، لو انت محتاج على الاقل بتاع 40 او 20 لعيب دولي يبقى عندك لعبه دولي. فتربيه اللعيب الدولي مش زي اللي بيشتغل يومي في النادي. تربيه اللعيب الدولي محتاجه اعداد مختلف تماما عن النادي اللي بيعد فرق وقطاع الناشئين اللعيبه عندي كل يوم. لكن انا باخد في فترات قصيره، وبعدين لازم اشتغل على مسابقه الناشئين اقويها عشان اللعيب اللي ده هيروح المنتخب، فالعائد من هنا يجي هنا. كل الحاجات دي كانت قويه زمان، ايام اللي هو حرب وايام الكابتن سمير زاهر ومهندس علي مريضه وكابتن فتحي نصير، كانت الدوري قوي وكانت المنتخبات بتاخد وقتها، دوري القطاعات شغال وكانت المنتخبات بتاخد وقتها. فارجو انهم يحلوا. بس ايه اللي اتغير؟ يعني ما احنا ما فيش حاجه، بالعكس الموارد بقت اكتر. يعني دخلت انت على رعايه؟ لا ما فيش، الموارد بقت اكتر بس على ارض الواقع. يعني انا فاكر صرف احنا غلط. اوجه، ما اعرفش بقى اوجه صرف ولا ايه. ده انا ليه فلوس لحد دلوقتي. قول لي، ما انا كنت هسالك انت لسه كمان لغايه دلوقتي المشكله. المشكله بقى عند الوزير، ما هو انا هعمل زي لعيب المصارعه هناشد الرئيس. قول لي، طب هي ايه المشكله؟ يعني كيروش خد فلوس. خدنا اجزاء. كيروش خد فلوس. خدنا اجزاء وفاضل جزء. يعني هل مساله للدرجه دي؟ لا، هم معذورين بصراحة. اللي بشوفه على أرض الواقع وبشوفه عندهم، ده الحكام لحد دلوقتي ما خدوش كام يوم حوالي 30 مليون جنيه دلوقتي. هو بصراحة أنا قابلت معالي الوزير وجمعنا مكان هو والأستاذ جمال علام، وقلت لهم تعالوا تعالوا أنتوا سوا حلوا لي بقى. قالوا لي خلاص. فمعالي الوزير يعني مشكورا قال له، وأستاذ جمال قال له لا خلاص خلاص والأمور خالصة. لكن هم معذورين ومضغوطين ماليا بصراحة. يعني هما مضغوطين ماليا يعني، بس مش عليا يا استاذ جمال. ما جاتش عليا. قول لي، هو حتى بالنسبه للحكام انت رايك ايه؟ يعني لا طبعا لازم، انت جبت مدير فني اجنبي للحكام. ما هو بص، انا قلت مره، اتسالت على موضوع الحكام، قلت الحكام دوله عميقه شديده التعقيد. التعقيد. ودايما بيجتمعوا على عدم نجاح اي حد مش جواهم. والله اي حد فيهم بيمسك يعني. لا يعني الى حد ما، يعني الى حد ما، لكن هي على طول مشاكل بتطلع وبنسمعها، الترجمه غلط، الراجل ما بيحاسبش، هيتوهوه. هو ممكن الراجل يبقى عنده بيزك 1 2 3 4، هيلاقي نفسه بيحل من 1 ل 50. فبدل ما انت جاي تشتغل على 1 2 3 4، هم بيحطوا له حاجات بيشتغل من 1 ل 50. فيبان لها نتيجه يا ما تبان لهاش. يبان لها نتيجه يا ما تبان لكن لهاش. المبدا اوكي، فكره ان انت تجيب اي تطوير اجنبي للتطوير. انا بجيب، انا ما عندي فيتوريا مثلا، مش عندي فيتوريا وعندي ميكيلي. طب ما دول اجانب. يعني هل المدربين تعمل ثوره عشان ما نجيبش مدرب اجنبي؟ واي نوت. اي حاجه فيها تطوير لو 5 6 7% زياده استخدمه، بس لازم يكون في تطوير على ارض الواقع علشان ما تبقاش تجيب نتيجه. طبعا يبقى انت بتحرد في ارض فيها ميه بس. بتحرد في الميه يعني، فما ينفعش. كلمه اخيره للجمهور الاهلي في اطار هذا التداخل بين البطولات، يعني جمهور الاهلي العظيم. طبعا بص، انا عايز اقول حاجه. احنا عندنا ماتشين
أيوه. نخلص من الجيش ومن سيراميكا أيوه. وملناش دعوة ان احنا نصدر حالة ذهنية لعبتنا ان التحكيم وحش او ان الحكم وحش. بلاش التصدير الحق، انا مش عايز لعبتي، انا متأكد ان كولر مسيطر على ده. لكن انا بزود ما نطلب منهم يعني ان احنا نركز على كعادتكم يعني على الدعم بتاع اللعيبه، ملناش دعوه بالحكم. نركز ان شاء الله نعمل نلعب لعبنا وان شاء الله تكون البطوله من نصيبنا. بس انا برضو مش يعني خلينا ندعم في الجيش وفي سيراميكا وفي سيراميكا، لكن حته الحكم دي شفتها كتير فيها كلام كتير خلاص. لكن مش عايزين بعد حاله نصدر حاله ذهنيه بيبقى فيها تفكير بسيط حتى. مش عايزين احنا نفكر على فرقتنا وادائهم، وان شاء الله كلهم يبقوا سلام ويلعبوا بشكل كويس وبالتوفيق بكره وبعده والماتش اللي بعديه يعني. ان شاء الله كابتن ضياء كنا سعداء بيك جدا. انا اللي اسعد بيك وخطوه عزيزه. ونام يا باشمهندس، احنا خطوه عزيزه حاولنا نملى مكانك لكن ما حدش يقدر يملى مكانك. انت كلك بركه ودايما وابدا مستمتعين بارائك وباخلاصك الحياه اللي بتستحق عليه كل التحيه. اشكرك يا ابراهيم وبالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. يمكن ديت كانت خلاصة رؤية الكابتن ضياء السيد، واديكم شفتوا قد ايه الراجل باصص للرؤية من العمق، وتجربة مارسيل كولر دارسها بشكل كويس قوي. ودايما وابدا الكابتن ضياء السيد في كل تحليلاته، حتى هو ما هوش في منظومة العمل في النادي الاهلي، لكن اكثر اخلاصا اكثر تقديرا اكثر دعما للفريق وللإدارة، هم دول ولاد النادي الاهلي. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنستقبل الناقد الرياضي العزيز الأستاذ عصام شلتوت في قراءة أيضا في المشهد الإعلامي.